الطاقة العامة لك برج الثور، أنت في وضع اتخاذ قرارات. ربما اتخذت قرار بانقطاع بقطع العلاقة مع هذا الحبيب، والنظر إلى أشياء أخرى في حياتك، النظر إلى عملك، إلى استقرارك. إذا أنت في وضع اتخاذ قرارات. كيف ترى الحبيب؟ أنت ترى هذا الحبيب بأنه قد تشاجر معك وعمل معك مشكلة أدت إلى خسارة الطرفين لبعضهما البعض، أدت إلى خسارتك لهذا الشخص وخسارته لك، والمشاكل التي حصلت بينكما هي مشاكل عابرة كان باستطاعتك أو باستطاعة هذا الحبيب أن تحلنها بطريقة أخرى. الحبيب في وضع حزن شديد عليك، هو يحبك كثيرا وهو الآن صحيح بأنه متباعد، ولكنه يشعر بالحزن والخسارة من بعدك عنه. هو يحبك جدا وهو يريد أن يعمل أي شيء لكي يعيد إليه حبك من جديد. لقد تعرض هذا الشخص إلى خسارة، يشعر بأنه في يوم وليلة انهار كل شيء أمامه. هو كان يعيش بسعادة كاملة معك وهو يحبك جدا، وأن هذه المشاكل قد أثرت عليكما وأنهت الموضوع وانتهى الموضوع بينكما بخسارة، خسارة كلاكما. طاقتك لهذه القراءة، أنت ترى نفسك معلق بهذا الشخص، ربما أنت تحبه جدا وأنت لا تستطيع أن تبعد عنه، أو ربما أنت في قرار في وضع اختيار ولا تعرف ماذا تعمل، فأنت محتار وتشعر الآن بأنك لا تستطيع التصرف، وأنت في وضع تسليم مطلق إلى الله، أنت متوكل بشكل كبير على الله. طاقة الحبيب، الحبيب يعيش حياة واضحة وجميلة وهو الآن سعيد ويشعر بأن فتحت الحياة من جديد أبوابها له. احتمال بأنه كما قلت، احتمال بأنه يكون فعلا أنه يشعر بالحزن جدا وبالخسارة للابتعاد عنك، لكنه هو قد أخذ خطوة جدية بأنه يريد بأنه يغير حياته ويقلب هذا الحزن والألم إلى سعادة من جديد، والآن هو يعيش متصالح مع نفسه ويعيش حياة جميلة وواضحة. هذا الشخص هو إنسان شخص جدا طيب وبريء براءة الأطفال، وهو الآن في بداية جديدة. احتمال بأنكما تكونان في علاقة، كنتما في علاقة مع بعضكما، والآن هو في بداية جديدة ربما مع شخص آخر، أو ربما في بداية مشروع أو عمل، شيء خاص به يريد أن يخرج من الطاقة السلبية التي كان بها معك، أو بأن هذه المشاكل بينكما كانت مشاكل بسيطة وهو يحاول الخروج واللهو في هذه الحياة فقط في هذه الفترة لكي يبتعد عن التفكير بك قليلا. إذا في هذا الوقت، في هذه ال10 أيام، هو في طاقة جيدة. أنت كيف تفكر به؟ أنت تفكر بأنك ستقدم له عرضا جديا، جديا بالارتباط، بعرض مادي، بهدية ما معينة. أنت تفكر بأنه هو الاستقرار في حياتك، وأنك تريد أن تكون معه في علاقة ثابتة وراسخة، ولكن المشكلة فيك بأنك بطيء جدا، لا تتصرف، لا تأخذ القرارات بسرعة. فهذه المشكلة التي بينكما تستطيع أن تحلها بسرعة، ولكنك أنت
تحاول أن تأخذ الوقت وتفكر جيدا بالمشكلة وبحل المشكلة، وربما بطئك في اتخاذ القرار وربما يضيع عليك الفرصة، فاسعى لهذا الأمر ولا اترك الأمر على الله، توكل على الله ولكن أعطي له حل. مشاعر الحبيب، هو يراك بغاية الجمال وهو جدا معجب بك وعنده انجذاب عالي وطاقة جسدية عالية تجاهك، هو جدا معجب بك وأنت بالنسبة له أنت الجمال بعينه، هو يشعر بك هكذا وأنت تريد معه علاقة ثابتة وراسخة، ولكن هناك أشياء تفكر بها وأنت تريد أن تأخذ وقت طويل للقرار، لأخذ القرار. نوايا الحبيب، هو لا ينوي أن يكلمك ولا ينوي أن يعبر لك عن أي مشاعر باتجاهك، هو يريد أن يظل بمكانه فقط الانتظار والترقب ماذا سيحصل. خطوته القادمة، هو يريد كما قلت لك أن لا يتصرف في أي خطوة، هو يريد أن ينتظر، يحافظ على أمواله إذا كان هناك أموال عنده، أو يحتفظ بك في قلبه. هو هذا الشخص لا يعبر عن مشاعره، لكنه كما قلت في الطاقة العامة هو يكون لك حب كبير في قلبه ومشاعر كبيرة، ولكنه يريد أن يحتفظ بحبك بداخله ولا يعبر لك عن أي مشاعر، ويكتفي بالمراقبة والصبر في هذه الفترة لعلك تقوم بأي خطوة باتجاهه. العلاقة، مصير هذه العلاقة، أنا أرى بأن هذه العلاقة مصيرها الرجوع والزواج، ولكن الرجوع ليس من ناحية الحبيب. الرجوع وهناك أفراح وأيام جميلة جدا ستمر عليكم، ولكن هذا القرار يعود لك برج الثور. الحبيب لا ينوي أن يتصرف ولا ينوي أن يقوم بأي خطوة باتجاهك، هذه نتيجة القراءة. إذا استعملت هذه النصيحة، أنت نصيحتك في هذه القراءة أن تعيد إحياء شعلة العلاقة، أن تعيد العلاقة كما كانت في السابق، وأن تعيد شعلة العلاقة كما كانت في السابق. فهذا الشخص كما قلت لك جدا يحبك ومنجذب إليك بشكل كبير، فأنت أعيد شعلة العلاقة معه من جديد، وإذا كان بينكما أي خلافات فبإمكانك أن تحلها. ما يجب عليك هو أن تتصرف و تسعى بسرعة، لا تكون بطيء في تصرفاتك، قم بالخطوة بشكل جريء وبسريع وبسرعة، لا تتركها هكذا واقفة معلقة، بل اسعى إلى هذا إذا كنت تريد أن ترجع لهذا الشخص. لنأخذ نصائح كل شيء في بدايته صعب، ولكن مرارة الأشياء في بدايتها تشعرنا مؤخرا بحلاوتها، فأنت احتمال بأنك متردد في أن تقوم بخطوة مع هذا الشخص، أنت جدا بطيء ومتردد وأنت تفكر جدا وتأخذ وقتك في التفكير. هذه الخطوة بالفعل قد تكون صعبة، ولكن إذا قمت تابعت هذه الخطوة وقدمت لهذا الشخص العرض، عرض بحبك له، فإنك ستحصل على السعادة التي تتمناها. فكل شيء في بدايته صعب، ولن تشعر بالسعادة إلا بعد أن تعاني في البداية. المعاناة في البداية تشعرنا بحلاوة الأشياء في نهايتها.
تقدم إلى الأمام فالنجاح بانتظارك. هذه نصيحة تقول لك تقدم واسعى لهذا الشخص وقل له، عبر له عن مشاعرك، فهذا هذه نتيجة هذه القراءة هي النجاح إن شاء الله. لنأخذ نصائح من الرومانس إنجل. تقول لك هذه البطاقة بأن الإدمان يؤثر على حياتك الرومانسية. ربما أنت عزيزي برج الثور مدمن على الهدوء وعلى الاسترخاء وعلى التوكل وعلى عدم التصرف، مدمن على الجلوس في البيت وعدم ولا تعمل أي شيء ولا تقوم بأي خطوة، مدمن على التلفاز، مدمن على الإنترنت، أنت لا تقوم بأي خطوة، أو مدمن بشكل جنسي، إدمان جنسي، إدمان عاطفي، إدمان نوم، بأي إدمان. وأن تقول لك هذه البطاقة بأن هذه الإدمان في حياتك يؤثر على مسيرة حياتك الرومانسية. ربما أنت مدمن على شيء ولا تريد أن تغير نمط حياتك، وهذا الشيء يؤثر على العلاقة بينكما ويجعل المشاكل تكبر أكثر وأكثر. النصيحة الثانية تقول لك هذه البطاقة كن جدي بعملك، عندك مشاكل بالعمل، فاحتمال بأن هذا الإدمان هو الابتعاد، الهدوء، الاسترخاء في البيت كما قلت، النوم الكثير، وعدم حبك للعمل، وعدم كل هذه الأشياء، ومشاكل العمل أيضا ممكن أن تكون مشاكلك بالعمل تؤثر على حياتك الرومانسية بشكل سلبي، فأنت تنقل مشاكلك السلبية أو مشاكلك في العمل وتؤثر على حياتك مع هذا الشخص. أرجو منكم أن تكونوا قد استمتعتم في هذه القراءة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.